احسن توقيت عالمي في 400 متر المسافه اللي متميز بها نزهه دوان الاول المتوكل. الحمد لله كملت السباق فانا حرصت على المرتبه الثالثه، وهذا كيشرفني وكيشرف المدرب ديالي والاسره ديالي والزوج ديالي، وان شاء الله كنشكر الجمهور اللي كان حاضر وشجع حياه المباركي، وان شاء الله كنتمنى نكون في النهائي في بطوله العالم، وكنتمنى ان شاء الله هذا شهر رمضان يدخل على الشعب المغربي بالراحه والسلام. ومن هذا المنبر فانا جد اسفه للاطفال الابطال اللي توفوا، وكنبلغ العائله ديالهم احر التعازي. حياه الدرابو ديال لي فار كيفاش؟ الدرابو ديال لي فار فلي فار هو الفريق ديالي فانا كنحبو وكنفتخره به وشكرا، وكنتمنى الفريق الجيش الملكي ان شاء الله يكون حاضر في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله استحقاقات ديالي هي بطولة العالم، فحياة المباركي فازت بجميع السباقات، فانا فزت باللي جفروكوفو اللي جميل تيغاني عندي القاب، فان شاء الله باقي لي لقب عالمي، فان شاء الله كنتمنى نحققه في بطولة العالم. فانا كنت ديجا حصلت على تأهلت للدور الثاني في الاولمبيات، فانا ان شاء الله كنتمنى نكون في النهائي في بطولة العالم.